فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. يقول: هل هذه الأربع تكون بسلامين؟ إيه نعم، هو الأفضل، الأفضل أن تكون بسلامين. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل تتخذ هذه كسنة راتبة؟ إيه نعم، لا بأس الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، ما هي براتبة، ما تعتبر سنة راتبة، تعتبر سنة قبل العصر، قبل صلاة العصر، في وقت العصر، ولا تسمى راتبة. نعم، لأن العصر لا راتبة لها، لا قبلها ولا بعدها. نعم، لكن هذه سنة مستقلة. نعم.